السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان. موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى راح نتكلم على تشتيل أو إكثار أشجار جهنمي. معروف أشجار جهنمي بكثافة الورود وكثافة المجموع الخضري وسريعة النمو، وتعتبر من الأشجار المتساقطة الأوراق والزهور، زين، وبها ألوان مختلفة، منها الوردي ومنها الأحمر ومنها البرتقالي ومنها الأبيض ومنها الدبل فلور ومنها الأصفر. اليوم موضوعنا راح يتم عملية إكثار في صحون الإنبات. هذه صحون الإنبات استخدمنا سماد البوتنك سويل. أول نستخدم البيتمس. البيتمس شفته ما كويس لأنه بعد فترة يقف، وهذا دائمة الرطوبة بعد استمرار الري البسيط. عموما يا أخوان، وهذه طبعا العقل تم اختيارها او قصها من شجرة الام بارتفاع كذا شبر فقط، من الاعلى تكون مائل ومن الاسفل يكون سيدة. عموما يا اخوان، مثل ما ترون نستخدم الهرمون التقديري الاوليفيرا، فقط دهن القل هذا وحطه في الصحون الانبات بهذه الطريقة وضغطه شوي شوي. بعد اكتمال الصحون الانبات بها مثل ما ذكرت سابقا 72 خانة، بمعنى هذا المحيط البسيط راح تحمل شتلات 72 شتلة، تخيلوا. بعدين بعد اكتمال العدد المطلوب الكامل يتم عملية ريه بسيط بالبخاخ، من بعد يتم عملية تغطيته بأكياس بلاستيك لحفظ الرطوبة. طبعا هذا الجزء الأول بإذن الله تعالى، وراح نصور لكم الجزء الثاني من إنجاح التجربة. طبعا يا أخوان، بعد انتهاء وضع الأقلام أو الأعواد الجهنمي في الصحون الإنبات مثل ما ترون اكتمال العدد، آخر خطوة يتم عملية ري بالبسيط عشان نحفظ الرطوبة، وآخر خطوة يتم عملية تغطيته بالكيس الأبيض هذا أو الطربال. بإذن الله تعالى ننتظره شهر لثلاثة أسابيع، ما نعطي ماي، فقط ان نركز على الرطوبة. هذا الجزء الاول بإذن الله تعالى من تشتيل الجهنمي. اذا عجبك الفيديو يا اخوان وكنت مهتم في التشتيل، حط متابعة للقناة وراح تكون صدقة العلم نشره وتعليمه. وفقكم الله.